السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة شباب النور. فيديو اليوم إن شاء الله عن زراعة نبتة الجهنمية. الجهنمية نبات متسلق جميل يسموه البعض بنبات المجنونة. هذا النبات مزهر طول السنة وذو ألوان رائعة، منها اللون الأحمر والأصفر والأبيض والوردي والقرمزي. تمتاز الجهنمية بكثافة أوراقها الخضراء. نبات الجهنمية محب للشمس المباشرة، يفضل زراعته في الأرض مباشرة واختيار المكان الذي تصله الشمس بما لا يقل عن 5 ساعات في اليوم. لزراعة نبات الجهنمية أول حاجة نختار شتلة ذات أوراق خضراء وناعمة خالية من الأمراض. ثاني شيء نقوم به هو حفر حفرة تناسب حجم قاعدة الشتلة وإزالة الكيس البلاستيكي بلطف لكي نتجنب تفتت التربة لأن جذور الجهنمية حساسة. ثم نضع شتلة الجهنمية في الحفرة مباشرة ونغطيها بالتراب، ولتثبيت الشتلة نضغط بلطف بجانب الشتلة ثم نرويها جيدا. تعتبر شجرة الجهنمية من أهم شجيرات الزينة المزهرة طول السنة، تتحمل جميع الظروف البيئة القاسية، تحب درجات الحرارة العالية كما أنها تنمو تحت أشعة الشمس. عملية الري: يمكن ري الجهنمية مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع في فصل الصيف. التسميد: تتم عملية التسميد في فصل الشتاء بسماد عضوي، أما التقليم فيفضل في بداية فصل الربيع. خليكم مع بقية الفيديو.